السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك كرت؟ أيوة يا والد في كرت. معك نوكيا؟ يا والد في معايا كروس بس سببه نوكيا الجهاز اسمه. أبني قهوه. إيش هو؟ هو إيش؟ نوكيا. أنا عارف إنه نوكيا بس إيش من كرت؟ كرت عبي أبني مش تعرف الكروت. حاج الله يحفظك أنا عارف الكروت بس إيش المطلوب؟ إيش طلباتك؟ وأنا مستعد أستدل. شو اتصل؟ طيب من عيوني. شو أعطيك كرت اتصل بس قول لي إيش من كرت؟ نوكيا. أنا عارف يا حاج الله يحفظك ناري إنه نوكيا بس إيش تشتري سمستر سببون؟ من رخيص. يا حاج هو سعر واحدي أي كرت سمستر سببون هو كله سعر واحدي. بني أنا طبعا عندني من رخيص ولا نشارك لي. يا والد الله يحفظك أنا قلت لك من شهر إنسان شيبة ما تعرف بس قول لي إيش أنا بعطيك من عيوني؟ إيش مطلوب؟ كرت نوكيا. أنا عارف الله يحفظك يا حاج تعبنا هذا نوكيا بس إيش تشتري سمستر سببون؟ هو نوكيا. نوكيا أبني مش تعرف نوكيا. يا حي الله حفظك أنا قدامك ها شوف فرق شوف كم تلفونات عارف نوكيا الجهاز نوكيا إيش عندك شريحة نوكيا أهم سجل نوكيا. يا حي الله يحفظك نوكيا الجهاز الشريحة إيش نوكيا أبني مش فرع. يا حي الله يحفظك تعبتنا وتعبت العمال عندك شوف كلهم يجيبوا لك الجهاز أقول لك عارف من نوكيا الجهاز هذا الجهاز نوكيا بس الكرت إيش شريحة عندك أبني والله ما لي علم خايل من عندك تفرق هذه لحظة هذه سبستل يا والد بكم هو الكرت سبستل 900 ريال وش سبافون نفس 900 واللي معي مول اللي معي نوكيا سبستل يا حاج سبستل الله يحفظك سبستل بكم هو سبستل 900 ريال يا حاج أبني كم نهاية كم يا حاج الله يحفظك 900 انت تعبتنا اشوفك اليوم هذا سبستل اهو سبستل والنوكيا بكم هو؟ إنا لله يا والد الله يحفظك تعبتنا وتعبت حوالنا قال قلت لك إلا نوكيا لا أبني قال لي بني إنه نوكيا مش قال لي إيش سبستل أنا عارف إنه نوكيا الجهاز بس سبستل الشريحة أبني وكيف أصلح الآن أشيل سبستل أو أشيل سبستل ودي البنك وجوالي نوكيا وجوالك عادي الجهاز نوكيا لا بني عشان مطابق نوكيا الكرت وعشان الجوال نوكيا يا حاج والله براحتك انا تعبتنا من قبل وجبت لك المطلوب انا افدي امك دني نوكيا يا حاج الله يحفظك ما في كم هو سبستل غالك 900 ريال كم نهايته نهايته 900 يا حاج سعره واحدي هذا معروف وكم بالجمله كم تشتري كروت واحد يا حاج ايش من واحد الله يحفظك بالجمله تشتري واحد لكن ماشي بالجملة لا في بالجملة بس تشتري كم 100 كارت 200 كارت ممكن ما نساعدك نحسب لك ب 890 واحد وبني واحد يكفي واحد بالجملة يا حاج الله يحفظك واحد تشتري عليك بالجملة كم نهايته؟ نهايته 900 اديك 400 والباقي لب كله يا حاج الله يحفظك في المعرفة لما اعطيك 400 أبني خلاص شيء نوكيا بطل شو بخل يا حاج الله يحفظك تعبتنا اليوم ايش معك بدون نوكيا الله كان نوكيا يا حاج اقول لك اسم الجهاز نوكيا انا بقول لك نوكيا منيوك نوكيا يا اخي ايش من نوكيا ولا لا لا والله ما اقدر خلاص نشرك ولا دور ثاني نوكيا مكان ثاني يلا مع السلامه يا حاج اقول لك عفوا بس انا اشياء اديك معلومه ان الجهاز نوكيا